صراحة اليوم يعني يوم الأحد هو بداية هذا الأسبوع، طبعا طلاب كلها نازلة، جامعات المدارس كلها نازلة اليوم، يعني تعبر عن الإضراب مالتهم وعن ولاهم لهاي الثورة اللي صارت. طبعا احنا نبحث عن هذا الإضراب لأن هو السبيل الوحيد لنا، لأن احنا نبحث عن تعليم جيد وتعليم راقي وجامعات يعني رصينة وتعليم مرتب، يعني نبحث عن تعيينات عن مستوى تربوي جيد يعني، وان شاء الله هاي كلها نقدر نغيرها من خلال هاي المظاهرات، وان شاء الله حقوقنا ما تروح، وان شاء الله نستردها، وان شاء الله القادم افضل يا رب. طبعا تستمر المظاهرات مالتنا، المسيره الطلابيه مستمره لحد الان، وحاليا الان احنا مستمرين الى تنفيذ مطالب الشعب العراقي. طبعا احنا طبعاً طلعنا بهاي المظاهرات كان مطلبنا انه تكون قانون انتخاب عادل وتكون مفوضيه مستقله. طبعا احنا بنرجع مستمرين وبنرجع الى تنفيذ كل مطالب الشعب العراقي، وطبعا اهم مطالبنا حاليا انه هي اختيار رئيس وزراء مستقل وما ينتمي لاي مجموعه ولا عنده ميول لاي جهه خارجيه ولا اي طرف اقليمي او دولي. وحاليا مستمرين وما نرجع ان شاء الله الى تحقيق كل مطالب. Yeah.
اليوم نحن كوكبة من الجامعات بابل متواجدين في ساحة الاعتصام الذي خرجوا من أجل أسقاط هذه الحكومة الفاسدة الذي قتلت وسلبت ونهبت في هذه البلاد وخيراته. اليوم نحن الطلاب متواجدين في ساحة الاعتصام ومواظبين على هذا الموقف وباقين ومعتصمين من أجل الوطن ومن أجل نصرة الوطن ومن أجل قمع الفساد الذي موجود في هذه الوطن العراق الحبيب. واليوم كما نلاحظ أن الأجواء صار لنا تقريبا ما يقارب 75 يوم متواجدين في ساحة الاعتصام كطلبة نطالب في حقوقنا لهذا الوطن الحبيب. احنا اليوم طلباتنا واضحة، اعتقد في بادئ الامر احنا طلعنا الى شغلة انه نقاط عديدة، والان احنا لا طلعنا من اجل شنو؟ قمع الفساد وطراد الفاسدين جميعا وتغيير حكومة، نظام جديد، حكومة جديدة، حكومة ترضي الشعب، ترضي اصحاب هذا الوطن الحبيب. أريد حكومة مدنية مستقلة لا تنتمي الحزب ولا تنتمي أي جهة أخرى. نعم للثورة التشرينية الأبية. يقولون انت شاعر وانا اقول صغير، ودق بينا الوقت دق النواعير، وكان اقصى الاماني والله العلي العظيم، وكان اقصى الاماني عندنا ثورة تصير.
طلاب المجموعة الطبية مستمرين بالاعتصام كباقي الكليات بجامعة بابل وباقي الجامعات المعتصمة في كافة العراق. أول شيء إحنا مطلبنا تحقيق المطالب كلها ويلا نرجع للدوام. ثاني شيء أعطى فكرة للناس تريد تداوم إنه أنت حتى إذا رجعت هسه دوام يوم 12 واحد هو امتحانات فاينل، فش تلحق أنت بس ترجع تمتحن يمتحنوك بالمادة كلها وأنت كل شيء ما دارس السنة كلها، معناها ما راح تنجح ولا راح نغير كل شيء. بينما إذا انتظرنا بس تنتهي هاي إن شاء الله وهذا الأسبوع يتحقق مطالبنا إن شاء الله يعني ينصبونا رئيس وزراء وحسب اللي نريده. بينما نرجع للدوام إنه الدوام إذا هسه بدينا بالدوام راح نفقد كل شيء، وإذا انتظرنا بعد امتحانات الكورس بالنسبة لباقي الكليات المداومة أو الجامعات المداومة إحنا راح لازم الوزارة تتخذ إجراء بحقنا إنه يعني تحدد لنا كورس مكثف أو كذا، يعني المهم إجراء يقللون عدد يعني مو قلل مواد أو فتشي، يعني المهم راح الوزارة تأخذ لنا إجراء. أما إذا بقينا هيك فمستحيل نقدر نداوم، ففكروا شوية طلاب خاصة اللي يريد يداوم. يعني صارت بهذا الأسبوع هواي ناس قامت تنشر إنه تريد تداوم وناس شاكل. أنا واحد من الناس اليوم واحد من الطلاب يقول لي أنت رجال طائفي تنشر ضد الدوام ما تريد الدوام وإحنا نريد مستقبل. ترى أنا حالك طالب وطالب مجموعة طبية ومرحلة أخيرة منتهية، يعني لازم السنة إذا تخرجت عين السنة الجاية، بس مو على حساب أبناء وطني، مو على حساب الطلاب الباقي، كل الطلاب معتصمة كلها باقي، ليش إحنا نريد نداوم وحدنا؟ لا، الطلاب مستمرين وباقين وإن شاء الله لحد ما تحقق كل المطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن طلاب كلية التربية الأساسية جامعة بابل معتصمون إلى الأسبوع 11 واعتصامنا مستمر وموقفنا ثابت لا يتغير، ولا عودة إلى المقاعد الدراسية حتى تحقيق الأهداف المطلوبة والمطالب الحقة المشروعة التي خرجنا من أجلها. وندعو جميع الجامعات والكليات والمعاهد إلى الالتزام بالإضراب ولا عودة إلى المقاعد الدراسية، لأننا سلكنا طريق الإصلاح ولا يمكن أن نتراجع من منتصفه، فهذه خسارة كبيرة. مطالبنا واضحة. بالنسبة لاختيار رئيس وزراء يجب أن يكون مقبول من قبل الساحة وموافق على الشروط السبعة التي متعارف عليها في الساحة، ويجب أن يكون مستقل ولا مشارك بالعملية السياسية، ويجب على السياسيين والحكومة الحالية أن توافق على المرشح الذي تطرحه الساحة. من جهة نعلن رفضنا للتدخلات الخارجية ولا نسمح أن يكون العراق ساحة حرب للتصفيات بين أمريكا وإيران، وموقفنا اليوم من الصراعات الخارجية مندد بالرفض من قبل الساحات ومن قبل الثوار، فلا نسمح لهم أن يعرقلوا علينا طريق ثورتنا. مطالب باستقالة حسن مني خلال 24 ساعة. حسن من دين خلال 24 ساعة وإذا لم يكن
الوصول على القضية لنبوت قطر ونبوت عشرة.
No!
واقول له هاو نداوم يمتى نداوم يوم النقض على الاحزاب نداوم يمتى نداوم ايها الاحبة. ان شاء الله احنا مستمرين بهاي المسيره الطلابيه ومستمرين بالاضراب الطلابي ومستمرين بهذا طريقنا لان احنا طالعين من اجل حق، طالعين من اجل مبدا، طالعين من اجل قضيه بلد، طالعين من اجل قضيه وطن. الحقيقه انه اليوم انه 71 على التوالي انه مستمرين وعايفين دراستنا وعايفين تخرجنا وعايفين اهالينا من اجل انه مو من اجل مصلحتنا ومن اجل دراستنا، من اجل قضيه بلد كامل انه يختص. واحنا الحقيقه كطلبه جامعات بابل الاهليه والحكوميه مستمرين بهاي المسيره ومستمرين بالاعتصام الطلابي ومستمرين بالاضراب ايا كان. والحقيقه انه بعض الاخبار تتداول انه اكو مجموعه دا تجبر طلاب ابتدائيه او متوسطه، لا يوجد شيء انه للاجبار، انه الطالب بقت حريته الشخصيه انه يداوم او ما يداوم بقت هاي هي قضيته، لان احنا نختص بقضيه وطن. اما بخصوص اللي الاحداث اللي دا تصير بالبلد وما يجري من تدخلات ومن انه اختراق للسياده العراقيه ومن اختراق للشعب العراقي وكرامه البلد، الحقيقه نمنع وننفي هذا الشيء، ويعني نفيا قاطعا تماما لما تفعله القوات الخارجيه اللي ما احترمت سياده البلد، ما احترمت مبدا العراقيين، ما احترمت كرامه العراقيين. فلذلك انه نحذرهم وان شاء الله احنا كرامتنا باقيه وعراقنا الحبيب باقي، وان شاء الله يد وحده ضد الطغاه وضد الظالمين وضد احزاب الفساد اللي من قبلها صار هيك بوضعيه بلدنا. فانه القوات الامريكيه او اي قوات انه الدول الخارجيه ايران انه ابعدوا صراعاتكم عن بلدنا، ابعدوا انه هذا التنافس هذا الشيء عن خارج العراق، لان العراق للعراقيين وكافي دم، لان هواي 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 طينا دم، هواي طينا شهداء، هواي طينا كل شيء، فكافي دم نمنعهم يعني منعا باتا كطلبه جامعه بابل الاهليه والحكوميه كمتظاهرين. اما احنا متطلباتنا كثوار بابل او كمتظاهرين عراق ان احنا خرجنا من مجل مبدا رئيسي هو اسقاط النظام، اللي هي هاي الخطوه الوحيده هو اسقاط النظام برمته بكامله. لا طلبنا انه كوظائف، لا طلبنا كتعيينات، لا طلبنا شيء، طلبنا انه ابتدينا من المبدا الرئيسي واسقاط نظام، اسقاط الاحزاب اللي مسيطره على البلد، اللي نهبت البلد منذ 2003 ولحد 2020، اللي هي صار لها 17 سنه اخذت حقوق الناس، انسلب كل شيء، انسلب انه شكوا حق بسيط انه لاي فرد من افراد الشعب العراقي راح. فلذلك احنا طلعنا من اجل اللي القضيه الوحده هي اللي هو اسقاط النظام كبرمته، انه تصحيح المسار، تصحيح القضاء، تصحيح المفوضيه العليا للانتخابات اللي ادت ما ادت الى فشل الاخير شيء والاحداث اللي صارت اخير شيء بالبلد، بخصوص اللي صار التزوير، بخصوص اللي صار التلاعب من قبل احزاب السلطه اللي هي احزاب يعني الحقيقه انه تدور مصلحتها الشخصيه، ما تدور انه كمصلحه عامه، كمصلحه بلد، كمصلحه افراد، كمصلحه انه ناس فقراء، كمصلحه كل شيء، يعني ما تهتم لهذا الشيء، تهتم فقط لنفسها، تهتم لاحزابها، تهتم للجهات اللي تابعه لها اللي داخليا وخارجيا. فلذلك احنا ان شاء الله طلعنا من اجل هذا المبدا، من اجل هذه القضيه هي اسقاط نظام كامل برمته، باحزابه، بسلطته، بفساده. ان شاء الله مستمرين وهاي ثورتنا متنقين كلش تقين، يعني ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله نحقق الشيء طلعنا من اجله، ومن يعني وبامل وبدعاء اهالينا ان شاء الله نحقق هذا الشيء. كطلاب جامعه بابل نعلن اضرابنا عن الدوام لحين تحقيق مطالب الشعب الشرعيه بشكل تام. مطالبنا تغيير رئيس الوزراء او اضافه او تعديل الدستور وتغيير الأحزاب بشكل تام. لا نريد إيران تتدخل ولا أمريكا تتدخل ولا أي تدخل خارجي بشؤون العراق، نريد الشعب يحل أمره بأمره. بالبريد رجلي ما يعينني دم الشيء
يشوفك دم الشهيد يعاتبك ويقول لا تجرحني ويقول لا تجرحني يلا دم الشهيد يعاتبك دم الشهيد يعاتبك ويقول لا تجرحني
دقوقة، ما يكهرباء والوجبة مسروقة، ما يكهرباء والوجبة مسروقة. عارفين النفط والسبع مليارات ما رجع لو موت هنا، ما رجع ما رجع ما رجع. أخوته أخوته هاليوم الحق الظاهر، هاليوم الحق وين ما يطلع مو رجال، اليوم الحق وين ما يطلع مو رجال، اليوم الحق وين ما يطلع. أحرقها نعلت يومهم خبراء نمحيها وعلي، إي خبراء نمحيها وعلي، إي أصلحنا لازم يمر، أصلحنا لازم يكبر بدئني، حسب الكثافة السكانية كل دائرة 100 ناخب يطلع من عدة شقاد، شرط أن تكون نسبة الأصوات شقاد زائد واحد إلى 40 ضبط مرة طقعت. ما نكون احنا دماء لا تهيل ولا ما نكون احنا لا تهيل ولا صدى واحد بس، اي واحد ما صدى يسوي بس الصدى. زين حبيب زين، وين انا سوي شكرا طالب ما نساكم من قبل رجاكم، طالب ما نساكم دم ويا دمكم، دم ويا دمكم يتنفس هواكم، يتنفس هواكم. ليكم واعتنينا بالقمصان جينا، ليكم واعتنينا خل نتكاتف احنا، خل نتكاتف احنا ونسكت بجينا، ونسكت بجينا. Let's go.
تريد